موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. الشرطة العسكرية في عفرين تلقي القبض على خلية اغتيالات ومتهمين بقضية اغتيال الناشط محمد أبو غنوم. فتحوا معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق الجيش الوطني السوري وقوات الأسد شمال سوريا تحت إشراف إدارة مدنية ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة. مديرية التربية والتعليم في عزاز شمالية حلب تحدد تاريخ 8 أيلول القادم موعداً لبداية العام الدراسي. مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً بإطلاق نار أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية قرب قرية كيكان بريف مدينة عين العرب شرقية حلب. إصابات جراء انقلاب حافلة تقل أطفالاً في حي العمال داخل مدينة دير الزور إثر اصطدامها بمنصف الطريق. مديرية خدمات الحمدانية في مدينة حلب التابعة لسلطات الأسد تعلن بدأ أعمال صيانة شاملة على محور الطريق الدولي حلب دمشق.